السلام عليكم متابعي قناة درو وأبدع، كيف حالكم أصدقائي؟ طبعاً في فيديو اليوم راح نرسم محبوب البلايين معشوق الفتيات كيلوا زولوديك. طبعاً كيلوا له نسختين، نسخة 1999 على إيدكم الشمال ونسخة 2011 على إيدكم اليمين، وطبعاً إحنا راح نرسم نسخة 2011 وهي الصورة يلي راح نرسمها. يلا نبلش. طبعا المطلوب منكم في هذا الفيديو انكم بس تستخدموا قلمكم الرصاص وقلم التخطيط، وما تنسوش كمان تستخدموا المحاي، انه في حال اخطيط في الخطوط او تمسحوا معي اول باول، وزي ما انتم شايفين الفيديو راح يكون خطوة بخطوة. كالعادة منبلش في خط عريض لانه داير وجهه هان، بنحط الخط هان بهي الطريقه. بنرسم العين، العين راح تيجي من هان، تيجي مايله بهي الطريقه. طبعا هاي العين الاولى ما قبل البؤبؤ، ننتقل للعين الثانية، نبعد اكيد مسافة، طبعا تكون مسافة الحفة من هان الحفة من هان، شوي شوي عكل من مهلكم تستعجلوش. طبعا هذا الفراغ بيتلون هيك، بنلونه كمان بالنهاية بقلم التحديد. نرسم البؤبؤ، البؤبؤ بيجي شبه دائري بيضاوي شوي، طبعا البؤبؤ ما يجيش هنا لانه كيلو عينيه حادات، فتحة عينه شوي كبيرة. طبعا العين الثانية البؤبؤ بيكون بيضاوي اكثر لأنه كيلو لافف وجهه هيك. بيكون بيضاوي وشوي دائري. نعمل البؤبؤ، نعمل اللماع، نفس الاشياء العين الثانية. طبعا جفن العين هيك بيجي، خط هيك وخط هيك،
كمان نفس الاشي. هاي الطريقة بنهود هنا الانف، رح يجي لانه لفف وجهه هيك رح يجي الانف هان. طبعا انفه سهل، مبوز هيك وهيك. وفمه رح يجي شوي حفت الفم من هان. طبعا رح نرسمه مبتسم هالمرة عوضا عن المرات اللي رسمناها في الفيديوهات السابقة، كان أغلبه معصب ومكشر وحالته حالة. هالمرة طبعا سر ابتسامته هو وجود صديق عمره جون. طبعا الحاجب بيجي مايل، لا مطعوج ولا مثلث، مايل بيجي حاجبه دائما. هان نفس الاشي. هاي الطريقة شوي بس نمد حاجب كيلو هنا. نرجع الخط شوي هنا لورا ونهوضه شوي الحاجب لتحت هنا. حاجب رفيع طبعا بيقدر، مش خميل. خط خفيف عند حافة الوجه، منكرب الخط من عند العين من هنا شوي، نعمل هيك. نتيجة حفة الذان طبعا. كيلو طبعا ولا ببين إلا عبين ما نرسم شعره، بس نرسم شعره 90% ببين كيلو. حاليا خلصنا الوجه، هسا بننتقل للشعر. طبعا اول خصلة بنبلشها، هسا خلينا نعمل هيك. طبعا كيلو فش له صباح يعني، فشعره يغطي جبهته. هاي اول خصلة كله يعني اغلب حواجبه وصباحه بيضغطوا بالشعر. من هنا بيجي كمان زي شعره، بعرفش كيف تفصيله، هيك مهنفش شوية. نعمل خصلة هيك، خصلة أصغر، خصلة كبيرة. هاي الطريقة تمام. نيجي هنا هسه نرسم الركبة.
ركبته بتيجي هيك. طبعا بلبس بلوزة لها كبة دائما. نرسم نكمل شعره. طبعا خلينا نعمل دائرة هيك، هاي نعلمها مشان نرسم على الكليلة شوي لجوا مشان هاي الطريقة. طبعا لكيلوا فيها هنا هيك كمان خصلة أخرى فوق. هيك يعني زي خصلة دائرية. نمسك المحاي، نمسح الخطوط الأولية، نمسح معلش بالنهاية بنمسحها. خلينا حاليا نرسم الكبة اللي لابسها. طبعا بنمسح الخطوط الأولية. هاي الطريقة. آخر إشي شو بضل علينا؟ بلون التحديد، بس شوي بدي أرفع الخصلة هاي لفوق أفضل هيك. طلع علينا لون التحديد اللي هو اللون الأسود. نبدأ في العين ونخضع حريصين كثير عشان ما نطلعش الخطوط برا.